مساء الخير، مساء النور. اليوم في حلقة برنامج أصول تصول، هذا البرنامج اللي يعني ارتأيت من خلاله أنني نتحدث على حياة الفنانين والمبدعين، ونتحدث كذلك في مواضيع ثقافية فنية. ونزولا عند رغبتي أستاذي الكبير أستاذي عبد الواحد التطواني، وكذلك المهتمين والباحثين والفنانين، أنني ندير حلقات طيلة الأسبوع في قناة أهل الفن، كنتحدث فيها حياة الرواد وكذلك مواضيع مفتوحة. فمرحبا بكم. اليوم اخترنا فنان وسجال وشاعر غنائي، مدرسة فنية عريقة، وهي مدرسة الشاعر والسجال الراحل علي الحداني. هذه المدرسة اللي استطاعت أنها تخلق وتدخل وتخترق يعني وتدخل قلوب المغاربة بأغانيها خالدة، واللي من بينها نذكر هانت مازال أستاذي الكبير أستاذي عبد الواحد الطواني، يا كجرحي لنعيم أساميه، إطار الحياة لعبد الهادي بالخياط، مسك الليل لأخوان ميغري. إذن أغاني كثيرة برزت وأعطت ودخل وأثرت في وجدان المغاربة، وبكلماتها الخاصة التي حاول من خلالها الشاعر الراحل علي الحداني أن يخترق وجدان المغاربة ككل، ويتحدث فيها عن يعني عن كل ما يخالجه هو كشاعر غنائي وكزجال. ازداد الراحل علي الحداني سنة 1936 بمدينة فاس العتيقة، ولا ننسى أن مدينة فاس يعني غادرها هو مبكرا، لكن تأثيره هو بعمل أبيه كنجار حاول أن يعني أن يعلمه أن يستلهم منه الصنعة، أي الرسمة وخلط الألوان. إذن إنه من هنا سوف ينتقل إلى كتابة المسرح، يعني بالدار البيضاء سوف يلتحق علي الحداني بالمسرح العمالي الذي كان آنذاك يشرف عليه الراحل طيب الصديقي، ليرحل بعدها إلى الرباط ويخوضه وكذلك بعد ذلك تجربة أخرى، وهي تجربة الكلمات المغنات، أي حيث اشتهر بأغاني تغنيها كل الأجيال ودخلت في أعماقهم وفي وجدانهم، ويعني وأصبحت لهم جزءا من كيانهم، كيان يعني وجدان المغاربة ككل. فعلي الحداني معروف عليه أن شخصية لا تحب الأضواء، ما كتبغيش الأضواء، وإنما طول مساره كان دائما يعمل على أنه يشتغل في مسار الفني ويكتفي بتسجيل حضوره في أعماله، كلماته التي يعبر عنها من خلال أحاسيسه وهمومه، وهموم التائهين، هموم المحبين، هموم العاشقين وغيرها. يمكن أن أقول أن علي الحداني رحمه الله خلق من الكلمة هي صوته الفني وهي صورته، يعني وكما قلنا من الاعتماد على الكلمة الفنية، ما أحلى الأنغام التي كما قلنا أغنت الريبرتوار الأغنية المغربية. ولكن في مطلع الستينيات من القرن الماضي سوف تنطلق كما قلنا أول ريبرتوار للشاعر علي الحداني مع إخوان ميغري في أغنية الشهيرة مسك الليل، والتي لقيت نجاحا في تلك الفترة، نجاحا كبيرا آنذاك، وكانت الانطلاقة الحقيقية لمسار الأغنية المغربية وكذلك لمسار علي الحداني. من ذلك الوقت سوف يعانق علي الحداني دائرة زجال كبار، لأنه أصبح له زجله هادفا وبسيطا ونابعا من بحر الحياة وحلاوتها ومرها. إذن يمكن أن نقول فلا غرابة عندما يعني بعض النقاد في الثقافة الفنية على أنهم قالوا أن علي الحداني هو يعني يعتبر بعض النقاد علي الحداني في المغرب والعالم العربي أنه امتداد لسلالة كبيرة من الفنانين والزجالين في العالم العربي وكذلك في المغرب. إذن يمكن أن نقول أن
أحد تاني بأسلوبه وبكلماته عبر على ما نعيشه في الواقع، يعني بخلو يعني من خلال يعني ما يعيشه في الواقع في حياتنا اليومية وغيرها. إذن هنا بهذه الطريقة استطاع أن يدخل إلى الشعر الغنائي والزجل، ويدخل أغانيه إلى يعني تغنى في كما قلنا في المغرب وكذلك في العالم العربي. ومن أهم المطربين الذين غنوا لعلي الحداني هو أستاذي الكبير أستاذي عبد الواحد التطواني في أغنية هانت مازال، وكذلك أغنية يا كجرحي النعيمة سميه وغيرها من الأغاني. وكذلك الملحنين الذي تعامل معهم الراحل علي الحداني محمد بن عبد السلام أطال الله في عمره، وكذلك الراحل عبد السلام عامر وغيرهم من الملحنين. يبقى يعني علي الحداني نموذج من الشعراء الغنائيين والزجالين المغاربة الذين بصموا تاريخ الأغنية المغربية بطريقتهم الخاصة، وتغنوا بألحانهم وأشعارهم في المغرب وخارج المغرب، يعني في الدول العربية. وهذا يعني إن دل على شيء على أن يعني على أن الكلمة عندما تكون يعني هادفة، وتكون الكلمات في الأغنية هادفة ولها يعني وتشتغل وتخدم المجتمع، يعني تصل إلى قلوب الجمهور بطريقة سلسة. أشكر أستاذي الكبير أستاذي عبد الوهاب على دعمه المتواصل، أشكر المهتمين والمتتبعين والمبدعين والفنانين على دعمهم المتواصل لي، وأقول على أني بابي مفتوح للنقاش في مواضيع ثقافية فنية في حياة الرواد في أي شيء يخدم الثقافة الفنية. مرحبا بكم جميعا وتحياتي لكم جميعا.